مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ومساء الخير واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم زمن الرياضه. وبدايه في زمن الرياضه بننعي لكل الامه السودانيه من خلال هذا البرنامج المشير عبد الرحمن محمد حسن سؤال الذهب الرئيس الاسبق لجمهوريه السودان، الرجل الذي احبه الجميع واللي رحل عن دنيانا صباح امس بالمملكه العربيه السعوديه، له الرحمه والمغفره، انا لله وانا اليه راجعون. حلقة هذا المساء مشاهدي الأعزاء تحتوي على العديد من الفقرات، عادة بنختتم بالفقرة الرياضية. معنا الزميل سالم سعيد، وهيكون معنا أيضا مساعد رئيس نادي المريخ السيد علي أسد. ولكن بداية حلقة هذا المساء معنا الكابتن والمدير الفني السابق لهلال الأبيض ومساعد السابق أيضا لمدرب منتخبنا الوطني كمال الشغيل. كمال مساء الخير وأهلا ومرحبا بك في زمن الرياضة. مساء الخير أستاذ معتصم ومرحبا بكم، شكرا جزيلا على الاستضافة على قناتكم العامرة الشروق. أهلا ومرحبا بك كمال، ويمكن دي ثاني مرة تكون معنا، المرة الفاتت كان مع مرتين يمكن مع كواسي أبيا. نعم نعم، نحن بنرحب بك كثير. وكابتن الشغيل، بداية نتكلم عن، وأنت معروف بشفافيتك، عن المنتخب الوطني. نتائج مخيبة للآمال، ولا هي نتائج، يعني احنا ما نقول مخيبة للآمال، نتائج اساسا نتائج لعملية بتاعت استعدادات وامكانيات واشياء كثيرة جدا. هل تفاجأت بالمستوى بتاع المنتخب الوطني؟ دائما ما يكون الرد بصورة زي ما ذكرت كلمة شفافية لا بد منها، لانه السؤال الموجه لي انه انا كنت احد اعضاء كما ذكرت سابقا في برضو بعض اللقاءات مع الإذاعات الأخرى. لكن أنا ما بفتكر خيبة الآمال دائما تأتي على منتخب فقط في مشاركته للمستوى الأفريقي، لكن أصبحت المنافسة بتاعت أمم أفريقيا منافسة سهلة تظهر فيها فرق أخرى اللي هي عملت على التطور وتطوير المستويات التنافسية بالنسبة لها في الغارة الأفريقية. لم أفاجأ، لأنه كنت من الشان متوقع أنه يكون في طرق جدية لجمع المنتخب بصورة مختلفة من السابقات، والشان كان يعني بداية بتاعت نجاح في اتجاه الوقوف على الأرجل. فالمسألة ما تمت بالصورة المطلوبة، ما نفذت الأشياء. دائما التغيير في السودان اللي بيأتي بسرعة هو بيصاب به الهيكل اللي يبنى عليه المسائل. اتبنت في الشان حاجة بسيطة في فترة بتاعت شهرين، للأسف الشديد ما تواصل البرنامج بنفس المستوى اللي مفروض يكون فيه جدية وكذا عشان يحصل مسألة بتاعت وجودك في أفريقيا بشكل تنافسي في أمم أفريقيا. بتفتكر السبب شنو؟ عامل اقتصادي وعامل إداري، ولا العوامل شنو الكثيرة اللي هي دائما نحن الآن نحن في مؤخرة المجموعة؟ يعني السودان يمر بمرحلة اقتصادية صعبة، المسألة دي على جميع دول أفريقيا تعاني الفقر والحرمان والجوع والمسائل كثيرة. نعم. فأصبحت أفريقيا تنظر لمسائل التطوير بصورة مختلفة عننا في ظل الفقر وفي ظل الحوزة، في ظل الوضع. نعم، أنت بتخد هدف قدامك وبتنفذه. ناميبيا انتصرت على الجزائر، نعم، عندها مشاكل كثيرة جدا اقتصادية وكذا. موريتانيا كذلك انتصرت، نحن انتصرنا على موريتانيا، ويمكن جزئية كبيرة من المحليين اللي كانوا مشاركين في بطولة الشان هم كانوا موجودين في أمم أفريقيا اللي هو هسه في التصفيات، وما كانوا عندهم الثغل الاحترافي الكثير من اللاعبين، لكن قدروا يقدموا وانتصروا على أنغولا اللي هي نحن قبل كده انتصرنا عليها، لكن متطورة نعم. وهم فازوا على أنغولا. نعم. اقتصاديا هم أقل من أنغولا، لكن دي ما أسباب تعزى، لأنه هي المنتخب طالما موجود على البلد هي أنت عايز أبسط المعززات عشان تقدر تقوم في إعداد المنتخب من ناحية شركات البترول، من كل الأشياء اللي ممكن تشارك في إسهام بسيط لإقامة معسكرات للمنتخب واستدعاء فرق لها وزن عشان تقدر يكون عندك فريق تنافس به في المنافسة اللي أصبحت، ما زلت أنا مصر إنها أصبحت سهلة الدخول لأمم أفريقيا في الوقت الحالي. نعم. طيب، نحن عندنا فيديو، نشاهد فيديو
من الكنترول، ثم نعود مشاهدي الاعزاء لنتواصل. كرة ما فيها كبير، كرة القدم ما فيها كبير، فيها زول بعض بس. زول بيكون لياقة ذهنية كويسة، لياقة نفسية كويسة، لياقة بدنية كويسة، ودول بعض. أصلاً على مستواكم هنا زول كبير ما في، زول صغير ما في. وعلى مستوى العالم زول كبير ما في زول صغير ما في، لكن زول منتهي. يلعب كورته بس ما بيلتفت لغيره. نحن معاكم. جايين نقول لكم إحنا معاكم. والله وقفتنا ده عشان نعبر انه احنا مع الفريق القومي دايرين السودان ده في كافه المحافل يبقى عنده وجود. زمن قلبت وشيه ويسر دبوقف قاسل يفيق عاصيه، لو خشم الاسد احسن تتلي فيه من ترجى وتقيف، كان يوم غلبت عليه. شيشك يا وطن يا وطن، من جمنا بايع الجمله وربال الدفاس فينا بيمرق الخمله، يوم نارك تقوم ما نسوي العمله، ودمر يوم تحر نسق الجبال. والله الله اكبر. تابعنا الفيديو قبل مباراة السنغال، ويعني مهما كان الزخم، مهما كان مهما كانت الأشياء، إذا ما في إعداد جيد، إذا كرة القدم محتاجة إعداد، محتاجة إعداد نفسي بدني صحي تغذية، يعني الكلام والغنى ما بيعمل حاجة. هي أصبحت علوم وأصبحت فكر وأصبحت أكاديميات وأصبحت تحديات بين دول وتواصل واقتصاد بترفع بتاع الدولة بكرة القدم. صح. لكن نحن ما نمشي على المستوى الأوروبي، نمشي على المستوى الأفريقي. نعم. يعني يمكن عندي تجربتين في أفريقيا، يمكن عندي تجربة في أوروبا. إنه في أوروبا كنت في ألمانيا ولا؟ في ألمانيا يعني. الحدة في الأوروبيين إنه بيفتكر إنه ما بين العلم والعمل جاب. في فراغ، في مسافة. بيملوها بشنو؟ بيملوها يقول لك في متدرب وغير متدرب. لكن بعد ذاك بترجع المسألة للجودة وعدم الجودة. نعم. بعد التدريب. بعد التدريب، نعم. طيب التدريب يكتمل في فترة المعسكر اللي بيكون فيه الفريق في قمة الأداء بتاعه عشان يصل لمستوى تنافسي عالي للمنافسة. إذا كان الأنغولا بتتدرب في اليوم 4 ساعات، أنت بتتمرن ساعتين، حتجي تتفوق عليك. حقيقي. فالمسألة هي السودان، العواطف الموجودة فيه، والمسائل بتاعت الانتقالات، الصفات الأسرية من الصغر للكبر بالتقاليد المعروفين فيها، هي بتتبع للمسائل العملية بصورة كبيرة. والمسائل دي يتفضل في أوروبا وفي أفريقيا جزئيا إنها هي العمل عمل انتهت. فأنت عايز تتدرب ما بين علمك كلاعب وعملك كلاعب، في الجاب تملاه بحاجة واحدة، التدريب، التوعية، المسائل التغذية زي ما ذكرتها، المسألة بتاعت اللاعب مستواه والاحترافي هو يفكر في شنو. نحن يعني الآن عندنا اللاعب عشان تضبطه في 6 ساعات عشان يتمرن لك ساعتين بدعانة شديدة، مشكلة كبيرة. ممكن عنده حاجة في البيت، عنده راسه مشغول، عنده إيجار، عنده يعني صراحة مشاكل كثيرة، مشتت يعني، مشاكل كثيرة. الأسر الممتدة في السودان، إنه كل من عنده علاقة بعالغ في أمه وأديل هو ديل الأسرة، لكن الأعمام والخيلان والأولاد الأخ والأخت كلهم بيتبعوا لك في حتتين. والله مشكلة كبيرة حقيقية، بتكون راعيهم. العامل النفسي مؤثر تأثير حتى في تشجيعنا. نحن بندخل المباراة بنقعد في الاستاد بيكون خايفين يدخل فينا جون، لو دخلنا جون بنكون ساكتين كده ومتوترين. يعني العامل النفسي ده ماشي معانا والله حقيقة، يعني ماشي معانا في كل شيء ومؤثر. في ناس كثيرين جدا بيفتكروا الكورة دي يمكن تكون لعاب جدا، لكن إذا أنت متأثر نفسيا مشكلة حقيقية، إشكالية كبيرة يعني، تبقى نفسية واقتصادية وصحة، يعني مشكلة حقيقة صعب. عشان كده أنت قبل قلتها
ما كنت بتتوقع الكلام ده. طيب نحن نمشي ونشوف الإسلندي، نشوف الإسلندي ثوران مزول تطوير الشباب، ما دام نحن نتحدث عن التطوير ونتحدث عن الشباب اللي حضر ضمن الوفد الزائر للسودان، بغض يعني يمكن بيتكلموا عن سبل تطوير كرة القدم السودانية. مثل هذه الزيارات عندها تأثيراتها. أنا قابلت فعلا هو الوفد ده، أنا قابلته عن طريق أستاذ أحمد بابكر والباشمهندس عز الدين الحاج. ومن الناس اللي عندهم فكرة عالية جدا في مسألة التطوير بتاع الفئات السنية. نعم. فيهم شخصين ألمانيين حتى تحدثت معهم بصورة واضحة، وأفكارهم كبيرة للتنفيذ. لكن الإشكالية أستاذ معتصم إنه حتى دخولهم ما بصورة رسمية عن طريق اتحاد كرة القدم. نعم. هم دي الناس زي اللي بيقدموا لك في هدية. وانت مفروض تقبل هدية. في اوروبا معروف انه اصغر المراكز البسيطة اللي بتطلع بدراسة جدوى كبيرة وممكن يكون فيها تنفيذ بصورة ايجابية. نعم. حيلاقوا دعم من اصغر المكتبات اللي هي بتتبع لمنظمات صغيرة. يلاقوا دعم كبير جدا لانه ده مشروع بتاع تنمية. نعم. ده القرارات اللي بتطلع. هم قادرين على انه يجيبوا فند للمسألة دي. ويقدروا يغزوها ويقدروا يشوفوا اعتباراتها كيف. لكن ترجع المسألة لسياسات الاتحاد والدولة زي ما انت تعرف. لكن في النهاية هو 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 مشروع كبير. نعم. هو مشروع كبير. طيب نحن نسمع راجعين نتابع. Youth development at the football association of Iceland. نحن في أيسلندا نهتم كثيرا بكرة القدم. مهمتي الأساسية أنني أعمل في تطوير قطاعات الشباب والمراحل السنية. نحن في أيسلندا لدينا مراحل سنية متميزة وأيضا لدينا بنية تحتية قوية. الحكومة في أيسلندا تدعم كرة القدم بشكل كبير، حتى الشركات هناك تقدم الدعم والرعاية لنشاط كرة القدم، ولذلك نحن نعتقد أننا من خلال دعمنا لتطوير كرة القدم نستطيع أن نجني الكثير، والمجتمع هناك صحي. أيضا في إطار تدريب المدربين نحن متطورون في أيسلندا في هذا المجال، ولعل الناس لاحظوا أننا شاركنا في بطولة كأس العالم الأخيرة. نحن نعم بلد صغير ومجتمع صغير، ولكننا أنجزنا وتقدمنا في كرة القدم على الاتحاد السوداني وما يرغب فيه، وعلى الدولة أيضا إذا كانت مهتمة بكرة القدم والرياضة. أنتم نحن هناك في أيسلندا نهتم كثيرا كحكومة بكرة القدم، أنتم تحتاجون إلى الاهتمام أكثر خاصة بالفئات السنية الصغيرة وبإيجاد الملاعب والبنية التحتية. They need to work really hard to get there. So we, I don't think we have better talents in Iceland than in Sudan. وجهة النظر إيجابية تجاه ما يحدث في السودان، لكن أعتقد أن السودانيون موهوبين في كرة القدم، لكن ما تحتاجونه هو البنية التحتية وأيضا الاهتمام بالتنظيم والإدارة. هناك لاعبون جيدون، لكن بدون تدريب، بدون إدارة جيدة، بدون ملاعب، لن يستطيعوا أن يحققوا شيء. هذا ما نقوم به في أيسلندا. تابعنا وكلام كان واضح وبارز، يتكلم عن دولة صغيرة وبسيطة وناس صغار وناس بسيطين، وما شاء الله وتكون ما عندها موارد ذاته متطورة، انه يتكلم عن الإدارة ويتكلم يعني صراحة كلام غريب، خاصة انا عرفت انه هم جايين من نفسهم، يعني ما في دعوة عشان يكون في يقدروا يقدموا حاجة، ولا كلامي غلط؟ انت شفت من تقريره حتى في الكلام بيقول لك انه ايسلندا عارفه انه نحن هنا عشان نقدم مساعده. فهو لسه ما عرف بخصوص الاتحاد العام انه يكون في شنو. هم مقدمين دعوه يعني؟ لا ما انا ذكرت لك استاذ منتصم المساله، انا لما قابلته هي كان ما في اشياء رسميه، مكاتبات بين الاتحادين الايسلندي والسوداني على اساس انه يتم استضافه الوفد اللي جاي. كان بتفرق شنو؟ بتفرق في انه هو الموضوع بالذات هم اللي اخترعوا انهم يجوا عشان يقدموا مساعدة في تطوير الأعمار السنية اللي هي بتكون موجودة. يعني بعدين تلغى نفسهم. آه، لكن الرؤية دي هي مش في 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 هو هسي هو إسلندي. وفي واحدة من بريمير ليج ليندا دي موجودة في الوفد، دي من بريطانيا. في اثنين من ألمانيا. هم في أوروبا لازم عارفين إنه يعني معلش أذكر لك حاجة صغيرة.
انه الدوريات الاوروبيه بيقى فيها زخم بتاع فارغه بكميات كبيره جدا. وبيروا انه العمر لما يكون بالنسبه للافريقي انه هو حصل لقيته وحصل لتوري حصل انه يتشككوا في اعمارهم في اوروبا لانه تحصل المزايدات بتاعت الاشياء دي. شوف الناس دي بتدرس بهذا الاتجاه انه فكروا اي مدربين او 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 اللاعبين اللي بيكونوا في افريقيا هم يجوا افريقيا ويقدموا مساعده في التدريب يجهزون عشان يجون جاهزين مثلا يعرفوا انه دي اعمارهم الحقيقيه وينشئوهم على الاسلوب الاحترافي مما هم صغار يعني لو اتيحت له الفرصه في عمره الكبير مش انه يجي اوروبا يجي مشبع بانه عارف في اوروبا الاشياء تسير بهذه ما يبدو معه من الف بات هسه لانه هسه الان في معاناه من بعض المحترفين الافارقه وده باكد انه هم ده دي اشاره لانه هم عندهم قناعه انه اللاعب الافريقي يعني او في معظم الدول ما مؤهل التاهيل اللي يفترض يجيبه اوروبا يعني محتاج من صغير في اشياء بيكون ناقصه لازم يجي مكتمل مؤهل هو تنقصه بعض الاشياء مؤهل نعم. بدنيا نعم. يكون من ناحيه بتاعت المجهود من ناحيه بتاعت احساسه بالكوره المهاري دي تفتقد في اوروبا ما عندهم لهسي اللي هو المانيا ذكرت زي ما ذكرت لك 2014 ذكروا حيعانوا لغايه 2018 لعدم وجود المهاره العاليه داخل المنتخبات بتاعتهم من السنيه حتى المنتخب الكبير المساله دي الكوره تحولت في العالم بقت فيها مهاره عاليه نعم. ما بقت زي زمان الماكينات هي الالمانيه تشتغل انها تستلم كوره تضغط عليك تاخذها تحترز في الهدف اصبحت في انه عايزين بيبحثوا عن المهاره دي لقوها انه الافارقه اللي بيشاركوا في الدوريات بتاعتهم يمتلكوا مهارات كبيره اللي هم بس اشاروا لأوباميانغ واشاروا لديمبلي ويعتبر فرنسا لكن من اصول افريقيه أوباميانغ من الجابون اللي هو اكبر الناس اللي قدموا استحواذ على احراز الاهداف في الدوري الالماني كانوا افارقه لذلك لجؤوا لانه هو عايز مساعده بسيطه في انه يقدر يجي لمستوى احترافي عالي نعم يجي جاهز يعني وعنده اللمسات الفنيه عنده المهاره يكملوا له يكملوا له اشياء في النهج الاحترافي بتفتكر انه دور الاتحاد كان ممكن يكون اكبر يعني ممكن كان يكون اكبر والناس تستفيد استفاده قصوى ممكن نعم اذا كون لجنه افتراضيا تكون لجنه فنيه ملمه ب برامج انا احيي الاستاذ احمد بابكر لانه بدارس معه في مسائل السنيه كثير جدا نعم. وانا كتبت البرنامج بتاع هلال الوبيض لللايسنس كلاب اللي هي جات في الاحترافيه الان لازم تضمن انك عندك برنامج بتاع تطوير للرديف فالمساله دي كان الاتحاد ممكن يلعب فيها دور كبير في انه يضم النازل ينشي لهم لجنه فنيه تقابلهم ويقترح عليهم استمراريه بتاعت المشروع بصوره رسميه نعم. وهم حيلاقوا قبول كبير جدا من المساله دي نعم طيب يعني الاهتمام بالناحيه الاداريه مهم جدا يعني احنا في السودان هنا عندنا مشكله يعني دائما الناس بتتكلم عن الناحيه الاداريه يعني على كل المستويات يعني بتفتكر وانت واحد كنت يعني كنت عضو في او كنت مساعد المدرب الناحيه الاداريه بنعاني منها كثير دي مشكلة كبيرة في السودان على مستوى جميع الأندية في السودان رئيس النادي ونائب الرئيس الضابط الثالث اللي يكون أمين المال أو كذا دائما الاختلافات في شنو أنا عايز لي نادي مثلا الخزينة بتاعته يكون مسؤول منها الأمين المال نعم. اللي هو في مخرجات وفي مدخلات في أصول بتاعت النادي نعم. لو في لاعب عايز يسجل يتعامل مع الجهه الماليه اللي هو ده عنده سكرتير مالي وعنده كذا وقسم مالي ما زي الحاصل ده لكن هنا بيلاقيك رئيس النادي بيسلم عليك بيقول لك قروشك 10 قروش تشيلها مننا بديك له معناه جمع اثنين رئاسه نادي وماليا بيجيب المدرب بيتفق عليه بيقول له اللاعب الفلاني كويس تجيبه معك يعني المسائل دي لو ما اتفصلت يا استاذ معتصم حيكون في تدهور اكثر من الحاصل مشكله حقيقيه والله طيب نحن نمشي لمباراه السودان تابعت مباراه السودان الاخيره اللي خسرناها نعم طيب كيف كانت رؤيتك كنت يعني اتمنى انه كان زي ما الفريق السنغالي نقل تجربه بتاعت ضم اخرين غير اللي كان لعبوا مباراه السودان ومنهم اللي احرز الهدف نعم. هو كان بديل في مباراة الذهاب الإرهاق يعني تقصد ولا؟ هو لا المدرب عمل على استراتيجية انه ليه ما يشرك آخرين عشان يخشوا في الكنبة المدرب أو الجهاز الفني بتاعنا بما احترامي لهم كلهم لوكا وأخونا خالد ومعتصم
لو كان تم إشراك عدد آخر من الناس برضو في المباراة، لأنها هي بقت في النهاية المشاركة الأولى البسيطة لكل لاعب هي دقائق تعد دوليا، لكن تعد خبرة في سجلك إنك قابلت فريق. نعم نعم. أنا ليه ما كان أعطي خبرة لناس آخرين عشان أبدأ عليها؟ إن أنا بقول دائما ما أقول خيبة الآمال، لكن أبدأ عليها استراتيجية جديدة طالما في متواليات في لكن تتواصل في كرة القدم. لازم كان بس أنا عايز أشوف كان أوجه كثيرة أي جو والدين، لكن والدين ما مشى السنغال. نعم. جاء كذا شعلة خشية لكن ما كان هناك لعب. فالمسألة هي عايزة جراءة شوية داخل السودان إنه الناس تتعامل بها. نعم. حقيقة يعني يمكن إحنا تابعنا المباراة وممكن الناس كان عندها كلام كثير، وأنا داير أسألك سؤال مباشر عن فترتك اللي أنت قضيتها مع المدرب الكرواتي، يعني تتحدث عنها وطريقة التعامل كانت بينك وبينه، وهل أنت استغلتها أم وقلتها أم كان عندك رؤية غير رؤية المدرب المدير الفني؟ أنا بشكر الاتحاد السوداني واللاعبين على رأسهم جميع اللاعبين اللي وقفوا يعني بصورة كبيرة في تنفيذ المهام اللي أصدرناها لهم. الجهاز الفني الأخ برهان، المدرب الكرواتي لوكا، وبقية العقد الفريد ياسر كيجيك وعبد العظيم، انتهجنا نهج مصغر هو جديد على السودان. الاختيارات تمت من قبلنا نحن. الشق الأول ده فريق حيشارك في الشان، اللعيبة الآن ما جاهزين، طالعين من دوري كان طويل جدا في السنة اللي اخترنا فيها. المسألة دي حتديك إيحاء بأنه في لعيبة حيكون مصابين في مرض في كذا، صح. لكن عندك شقين، انت لو جيت أبدر كان حتختار البلفت والأنظار ديل حتمشي بهم مباشرة. ما بتحتاج لمعسكر. الآن نحن محتاجين لمعسكر لأنه اللاعبين ديل ما عارفين الصحيح منه ومنه غير صحيح. السليم نعم. المعسكر اللي نفعنا اللي هو كان شركة جياد قامت بمجهودات كبيرة جدا، فندق المدينة عسكرنا فيه، وأبدينا من أنه نتفق أنه نتمرن من الصباح بدري. بدينا التمارين، الروح كانت عالية. أول تجمع بعد فترة طويلة المدرب بدأ يفهم أنه نحن ماشيين معه في اتجاه. لما طلعنا لتونس التجربة بقت أعلى، التدريب بقى أعلى لأنه في راحة أكثر، في تغذية كويسة، في ميادين. لازم نزيد الجرعة. زدنا الجرعة في أنه كيف نقدر نصل لمستوى تنافسي عالي. المسألة دي أستاذ معتصم شاركت في أنه بناء التيم يتم بصورة علمية وكويسة. لا بد من وجود خلافات، لا بد، لا بد. لكن وجهة النظر بتاعت برهان أو كمال الشغيل أو المدرب الكرواتي في النهاية تنصب في أنه الاختيارات تتم لدعم الفريق الغمر. في النهاية وصلنا لأنه لازم نلاقي نقطة بتاع التواصل بيناتنا اتفاق. تقول إنها هي تدعم مسيرة الفريق. نعم. قدرنا نتفق لحد كبير إنه العناصر اللي بنختارها نتناقش فيها إنه دي اللي حتشارك، المجهودات موزعة على اللاعبين، إنه ده كذا، ده مرهق، ده ممكن يرتاح، ده ممكن كذا، ممكن كذا. دي أثرت تأثير كبير في إنه الناس تنجح. نعم. ده يعني كان في نقاش شغل. نعم. نعم. هو بعد ذاك مسألة ذكرت أنت الاستغالة أو الإغالة. أجمل حاجة في السودان أنت تكون قاعد في البيت تسمع أغالوا فلان أو استغالة فلان، لكن الهدف واحد. نعم. بين الإغالة والاستغالة هو ترك الرابط اللي أنت مشترك فيه، إن كان نادي أو إن كان نعم. فريق قومي. في النهاية أنت المحصلة ما حتشارك لمرة أخرى. نعم. لكن حقيقة يمكن من الأشياء برضو الإدارية أنا أفتكر هنا فيها خلل كبير جدا، خاصة إنه الناس بدأت في طريق وماشية في طريق، توقف الناس في النص تبدأ تاني من جديد. مشكلة حقيقية، يعني مشكلة حقيقية. المشكلة الإدارية حظل هي مؤرق كبير جدا وسبب رئيسي في اللي نحن فيه. أنا بحيي كثير جدا كابتن كمال الشغيل، وسعدت يمكن بهذا الحوار الطيب معك. والآن أنت بعد الهلال الأبيض الآن في أي فريق، ولا الآن حتى الآن ما الآن بتدرس في عروض مثلا؟ لا ما زلت من دون فريق، لكن في اتصالات أتت من بعض الأندية. وما بتحتاج المسائل لدراسة، لكن تحتاج لأنه يتم الاتفاق بصورة رسمية. نعم. لسه يعني. طيب أنت الكلام اللي قلته ده كله ده بأكد أنه اللي قدام الناس تهتم بالناحية الإدارية، تهتم في كثير من الأشياء عشان المنتخب يمشي لقدام. هي مواضيع كبيرة. الإدارة تقسم الأدوار. المسائل الفنية أتمنى إشراك أكبر كمية من الشباب اللي هم هسه حيكونوا ضياع في فترة كبيرة جدا بتاعة الغاء الرديف.
فالمسألة دي لازم لما يجي وفود من برا عايزة مسألة زي دي تنشأ مراكز على رعاية الأندية ممكن يقدموا فيها لاعبين في أعمار من 17 ل 20 سنة، دي أعمار مناسبة جدا تشركها في دوريات فيها تنافس داخل السودان بالذات، ممكن يقدر يقدم وريه للناس بصورة فيها تنافس مصغر من داخل المراكز اللي ممكن تنشئها وزارة الرياضة أو الاتحاد العام، في إنه يشارك بصورة في الشباب الموجود بكمية كبيرة في السودان اللي هو ما عارف ليه هو مصير بالضبط في في السودان. بحيي كثير جدا الكابتن كمال الشغيل المدير الفني السابق لهلال الأبيض والمساعد أو المدرب العام لمنتخبنا الوطني، شكرا لك كثير وسعدنا بك. شكرا لكم. شكرا كثير. شكرا جزيلا. مشاهدي الأعزاء ما زلنا نتواصل معكم، وفي الجزء الثاني زي ما تحدثنا حيكون معنا مساعد رئيس نادي المريخ السيد علي أسد، ولكن قبل أن يكون معنا الأخ علي أسد نتابع واحدة من المواد اللي يمكن قدمناها من خلال البرنامج أو من خلال قناة الشروق، برنامج في خط سبعة، نشوف هذه المادة ومعنا الأستاذ علي أسد. مرحبا بكم جديد مشاهدي الاعزاء، وقبل ما ارحب بالسيد علي اسد حقيقه يمكن شاهدنا بعض اللقطات للحارس جمال سالم وكان الزميل حسام في احدى المناسبات، حنتكلم عن الموضوع ده لكن لقدام شويه. بدايه انا بحييك كثير استاذ علي اسد مساعد رئيس نادي المريخ، واهلا ومرحبا بك في زمن الرياضه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. مرحبا بكم اخي معتصم، وهذه هي المره الثانيه. نعم، ودائما الامور مولعه. نعم، احداث المريخ دائما هي ساخنه. نعم، وان شاء الله انا اتمنى ان اكون يعني خفيف الظل على جمهور الرياضه بصفه عامه، وعلى جمهور نعم بالتاكيد على جمهور المريخ بصفه خاصه. حقيقه انت يمكن قلت كلمه ودي حقيقه، يعني المريخ دائما في حاله غليان، يعني نعم. اصبح يعني حاجة أصبحت يعني كأنها فرض، يعني عدة سنوات نحن ملاحظين النار دي مولعة، يعني ما عارفين ذاته الحاصل شنو، النار دي حتنطفي متين، وجروبات وناس بتتكلم، يعني أكيد الكلام ده كله واصلك، النيران المولعة دي بتفتكر شنو سببها؟ والله شوف أنا ما قاعد أقرأ كثير أو ما قاعد أتابع الإعلام كثير، بقدر ما إنه مركز عملنا على مجلس إدارة نادي المريخ بالذات في الفترة دي الأخيرة دي. نعم، تحديدا لأنه إذا أنت تبحت الجروبات والإعلام وكذا مشكلة، أكيد حتسرح كثير. نعم، ويمكن مشكلة المريخ في الجروبات تحديدا. نعم، وجو صحي ومعافى زي ما بيقولوا، لانه صفوه كل زول داير يناقش قضيه المريخ على الهواء مباشره. نعم، داير يقول رايه وبيشكل ضغط طبعا على مجالس الادارات بالتاكيد. فدائما وصيتنا انه والله مجلس الاداره يجب العضو انه يكون مركز على عمله داخل المجلس، ما كل شيء يتراءى للناس هو صحيح او واقع. نعم، طيب احنا نبدا من فوق، ده نبدأ بالرئيس محمد الشيخ الأستاذ محمد الشيخ مدني، هو مستغيل ولا شغال
ولا رئيس شرفي، نحن ما يعني ما فاهمين، يعني الوسط كله ما فاهم اين موقع السيد محمد الشيخ مدني رئيس نادي المريخ. والله طبعا العام محمد الشيخ مدني نعم. تقدم باستقاله رسميه للمجلس والمجلس بكامل هيئته اجتمع ورفض الاستقاله. ولذلك ما زال المحاولات جاريه معه، وهو طبعا متابع كل صغيره وكبيره ما زال في المريخ، لكن في مشاورات في محاولات لإثناءه عن الاستقاله وكذا. اما يعني فيما يخص المساله برمته المجلس رفض الاستقاله رفض تام وبالاجماع. طيب كل المجلس بتفتكر هو ليه يعني الاسباب شنو الكتب اللي قاله في الاستقاله؟ شنو الاسباب؟ والله يمكن طبعا هو قال كلام ويمكن بعض الناس فسروه بمفاهيم او باراء مختلفه، انه الوسط الرياضي فيه ما فيه من الاحداث المثيره اللي هو عدم النزاهه والشرف في المعامله و الى الاخر. يمكن ده سبب اساسي انه هو قال انا ما اقدر بشتغل في اجواء زي دي، لانه هو طبعا استاذ ومربي وبعدين مربي يعني حتى من مبادئه انه القانون والى الاخر. صحيح. فدائما بيفتكر انه الوسط الرياضي في السودان الان ما جاذب للعمل. كثير من الناس يرفضوا العمل في الوسط الرياضي لما فيه. لكن انا هذا سؤال، هو الملم بالقوانين الرياضيه هو الرياضي؟ نحن من قمنا بنسمع هو هذا الوسط الرياضي، هذا هو الوسط الرياضي. يعني هل هو لما دخل المريخ ما كان بيعرف انه الوسط الرياضي بهذا الشكل؟ يعني صراحة يعني الوسط الرياضي نحن من قمنا لاعبين وإداريين، الوسط الرياضي فيه كل هذه الأشياء. لا ما في بالمستوى الحسي موجود الآن، غير موجود. وإنت لو متابع العالم كله أو الفيفا كل مرة بيطور في لوائحه وقوانينه، بيتكلم عن الشفافية، بيتكلم عن النزاهة، بيتكلم عن الأجهزة العدلية، بيتكلم عن العدالة. دي أبواب أساسية في الفيفا الآن. نعم. وبالتالي التطور الرياضة في العالم مبني على هذا. أما نحن في السودان ما زلنا. لكن ده بيقود لسؤال، أنتم بتحاولوا تسنوه، هل الوسط الرياضي حيتغير في الأيام دي؟ الوسط الرياضي حيظل هو الوسط الرياضي. يعني هو يعني أنا أفتكر إنه إذا هي درويته يفترض يعني حيرجع كيف؟ الوسط حيتغير؟ لا طبعا. انت يعني انا ممكن استسلم اقول والله يا اخي ده الوسط الرياضي، المفروض يحصل ده المفروض يحصل. لا احنا بنقاتل الان، احنا بالذات انا شخصيا في المريخ الان بنقاتل على اساس انه لابد من انه المنافسه تكون بشرف. ده كلام سليم. ولذلك كنا بنرفض اي معاملات او مساومات او ممارسات يشير الى سمعه الكيان الكبير والى الاخر. ولذلك واحده من الحاجات اللي رفضها محمد الشيخ كثير من الحاجات اللي بتحصل، سواء كان في لجان الاتحاد العام، سواء كان من الانديه المنافسه، سواء كان من حاجات انكنترولبل. وبالتالي هو رفض الحته دي واعلنها صراحه. واي انسان غيور وزول فير وزول رياضي صحيح يجب انه يرفض هذا المسلك، يرفض هذا لكن لا يستقيل. يعني انا 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 عارف انه بوجوده قامه زي محمد الشيخ مدني، قدرات ذهنيه كبيره، اخلاق عاليه جدا، وجوده في الوسط الرياضي بيكون عنده دور ايجابي اكيد. ما هو لابد انه يعبر بقى. أيوة. بعدين لكن الحاجات الثانية ممكن الناس تحاول معه، ما خلاص هو طريقته انه داير يعبر عن رفضه لهذه الممارسات بتقديم استقالته. نعم. من العمل الرياضي. هو قال كده الابتعاد عن العمل الرياضي. وفي الحته دي احنا ناقشناه نقاش مستفيد جدا ورفضنا الاستقاله بالاجماع. الان هو مواصل؟ والله لحد اللحظه يعني بيتكلم معك لكن ما ما نعم. طيب ده هل ده مؤشر انه في البعض ايضا عنده يعني الناس بتتحدث عن انه المجلس ما في اتفاق بين المجلس، والمجلس يعاني ماليا واداريا، وهناك ضبابيه في كثير من الاشياء؟ لا ما في ضبابيه، لكن المعاناه الماليه وهو ده ما مجلس المريخ لوحده اللي بيعاني معاناه ماليه. الناس كلها بتعاني. الناس كلها بتعاني وبالتاكيد. نعم. الوضع في المريخ من ناحيه ماليه فيه ما فيه، ويمكن كل الناس عارفة سواء كان احنا في مجلسنا السابق سددنا عدد كبير مبلغ كبير جدا او نسبة كبيرة جدا من الديون. الاخوان معانا في مجلس الوفاق سددنا برضو عدد كبير جدا من الاستحقاقات السابقة، وما زال مستمرين، والاستحقاقات ما زالت مستمرة والتزامات بشكل يومي.
انت محتاج انك تسدد. النادي بهيئته بكامله ما في مصادر بتاع الدخل، ما في استثمارات، دي مشكله حقيقه. السودان كله بيعاني لانه بيعتمدوا على الجيوب بتاع الاشخاص او الافراد، ودي حتى احنا الان في المجلس قاعدين نفكر اننا كيف نغادر المحطه دي، لكن زي ما قلت الاحداث الساخنه والسريعه بخلي كل مجلس يعطل مساله الاستثمار. النقطه الثانيه برضه بتعطل المسائل اللي هو المساله بتاعت المجلس انه يكون منتخب ونظام اساسي مجاز وشرعيه و الى الاخر، برضه سبب اساسي بخليك انك انت ما تتحرك في الاستثمار بصوره مقنعه. في انك تطرح نفسك هيئه استثماريه ممكن تستغل كل مواردك. انا حرجع لك، عندي فاصل قصير، ولكن قبل يعني حيكون عندي سؤال عن الداعم اوكتاي بعد الفاصل. مشاهدي الاعزاء، فاصل قصير ثم نعود نتواصل. مرحبا بكم من جديد، ومرحبا بالسيد علي اسد. سيد علي، قبل ما نمشي كنا تكلمنا عن الدعم المالي والسوداني التركي اوكتاي ودوره في المجلس. في كثيرين جدا بيفتكروا انه دوره الان ما ظاهر، وفي ناس بيفتكروا انه قدم، وفي ناس بيفتكروا مفروض يقدم. في كلام كثير بيدور. والله طبعا انا حاقول كلام يمكن مهم جدا، ويمكن صرحت به لبعض الجهات، انه الوفاق مبني على ست نقاط. من الست نقاط، لجنة الوفاق هي مسؤولة من حلحلة كل الديون، وده من هنا أنا الآن بناشد أعضاء اللجنة وهم موجودين ومعروفين وعارفين دورهم بالذات، والاتفاق التامة إنه يحلحلوا كل الديون الخارجية والداخلية والتسيير النشاط الرياضي ودعم المريخ إلى حين قيام الجمعية الأمومية. ده كان بند أساسي وعلى ضوء تم الوفاق. صحيح بعض الناس بتكلموا عن أوكتاي هو والإخوة في مجلس التسيير أساس أنه هو داعم. بعد ما تم الوفاق حقيقة تم دعم كبير جدا جدا منه، ما يفوق ال 220 ألف دولار. وما زال في اتنشن انه يقدم. فهو داعم اكيد ما في شك. ويمكن دعم المجلس في الفتره السابقه ككل احدث نوع من الاستقرار من الناحيه الماديه الماليه، هو اكيد قدم ما في شك، لكن برضه المريخ ما زال محتاج لابنائه وكذا، ومحتاج للجنة الوفاق تحديدا انها تقوم بدورها او تقوم بدورها حسب الاتفاق الذي تم. هو موجود الان معكم في المجلس ولا استقال؟ لا موجود، ما قدم استقال، ما قدم استقال يعني موجود في المجلس، موجود ستيل موجود. نعم. طيب، او حكاية استقالة اسامة الشاذلي وطارق ابو العائلة، هل حقيقي ايضا هذه الاستقالة؟ والله الاخوان ديل انا سمحت انه قدموا استقالتهم او طلعوا غادروا الجروبات، لكن ما ناقشتوها حاجه، لا ما تناقش في المجلس حتى اللحظه. وبرضه اكيد طبعا حتكون في مفاوضات، ودايرين نعرف الاسباب اللي دعتهم في انه صراحه العمل في مجلس اداره المريخ مشكلة. عمل يمكن تكون انتم سبب جدا، يمكن تكون انتم سبب، انتم طارق و وأسامة محسوبين على اللجنة، يمكن تكون انتوا عاملين لهم مشاكل ولا حاجة؟ لا يا أخي، ما في خلاف ما بين المجلس المنتخب ولجنة التسيير إطلاقاً. هذه المسألة ذابت تماما داخل يعني المجلس، انتهت. لا لا لا، ولا حتى في إشارة للحتة دي تحديدا. نعم. نعم. في حاجة اسمها مجلس إدارة نادي المريخ، كتلة واحدة، كتلة واحدة. نعم. كلنا شغالين مع بعض، لكن العمل ضاغط بمعنى الكلمة. إذا الإنسان ما متفرغ تماما ما بيقدر يواصل في مجلس إدارة نادي المريخ. نعم. طيب، نحن نمشي قبل ما نمشي للملف تسجيلات وجمال سالم، نمشي لنقطة مهمة جدا. النقطة كثيرين جدا بيفتكروا إنه مجلس المريخ سبب رئيسي في ضياع الممتاز بتلك الشكوى.
شكوى كثيرين جدا، يعني يفتكروا انه في اساسيات محدده يفترض تتعامل في الشكوى. المجلس ما يهتم بالشكوى وفقد الدوري الممتاز. طبعا ما في دوري او كاس او بطوله بجيبوها بشكوى يعني. في جبناها قبل كده وانتوا كنتوا منتظرينها. شوف احنا، وده كلام انا بقوله بكل شفافيه، يعني اصلا ما خاتين في بالنا انه النادي ممكن نصل لمرحله الشكاوى. الشكاوى بطوله الممتاز في حد ذاته لو انتم متابعين او ملاحظ، احنا فقدناها على 5 مراحل تقريبا. نعم. انا ما بعرف، انا من الناس اللي مؤمن انه اراده ربنا انه هذا المريخ او هذا الفريق ما ياخذ الكاس بكل الوسائل. نعم. لانه الشكوى دي مضمونه. نعم. مليار المية. نعم. ولكن يعني انا عندي راي طبعا في لجان الاتحاد، رغم ثقتي التامه فيهم. في شداد انه هو جاي للتطوير، جاي لتطبيق النزاهه والعداله ومتطلبات بتاعت الشفافيه والعداله والى الاخر والنظافه في الرياضه وتطبيق القوانين واللوائح، ولكن ما زال لجانه تفتقر الى الاحساس بانه الواحد فيهم يكون هيرو ويطبق القوانين واللوائح ويتجرد من الانتماء الضيق. ده مصيبه كبيره جدا، ربما يقعد الرياضه في السودان لزمن طويل. دي حقيقه، ودي مشكله اساسيه. احنا في المريخ عانينا معاناه. انا من الناس اللي كنت قاعد اقول في المجلس، طالما انا كمجلس بطبق النظم والقوانين واللوائح الخاصه بالرياضه سواء كان المحليه ولا العالميه، ما عندي اشكال فلياتي كل الناس من لونيه واحده. لكن انا بواجه انتماء ضيق جدا جدا جدا، اسافر جدا، اصارخ جدا. ده لا يمكن يؤدي الى تطوير الرياضه في السودان ككل. نعم. وانتم ليه ما قفلتوا الباب ده؟ ما انت ليه ما كتبت يعني 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 انا اقول لك، وانا اداري يعني، شكوتك اللي كتبتها انت دي فيها نواقص كثيره جدا جدا جدا. انت ليه ما انت خليت الباب موارب ليه؟ يعني انت كنت موجود، السيد محمد الشيخ موجود. شوف انا داخل المجلس، انا كنت رئيس البعثه. نعم. اعلنت تحملي التام ومسؤوليتي الكامله في فشل هذه الشكوى. نعم. بكل شجاعة. ده كلام شجاع. نعم. لأنه من المفترض أتابع الشكوى من A to Z. ده كلام سليم. طيب، ولكن ما حدث يعني أبدا ما بنتخيل أنه ممكن الهزيمة كانت مفاجئة هي اللي عملت لكم الربكة دي. طبعا، وكانت في أحداث أنا شخصيا ما كنت موجود لحد نهاية المباراة، أنا كنت متابع أحداث ثانية حاصلة وكده، لكن كل المعلومات انا سلمتها واتفقنا مع مدير الكره على اساس انه في شكوى مضمونه 100%. البلد كله بيتكلم انه هذا اللاعب اي مباراه باخذ كرت. نعم. بدليل انه اخذ الثلاثه وكسر الايقاف في المباراتين اللي بعدهم. اخذ كروت. نعم. يعني نعم. زي 5 كروت. اي زول كان عارف الكلام ده. طيب، القوانين والنظم الدوليه بتتكلم عن تطبيق العداله والى الاخر. اذا نما في 3 مواد في اللائحة بالدين اللاعب والنادي وبحول النتيجة للمريخ، 3 مواد في اللوائح. نعم. كل المسألة اللجنة، لجنة المنافسات ولجنة الاستئنافات، خلوا كل المواد الباقية وقفوا في مادة واحدة بيتكلموا عن تفاصيل الشكوى المفروض تجيب في خلال 24 ساعة. رغم انه انا شخصيا لما تكلمت مع مدير الكورة كتب الشكوى، ضحت له انه لابد من التفاصيل والى الاخر، امن انه حيرسلها. طيب، الفاشر احنا السفريه جينا ثاني يوم بعد انقضاء ال 24 ساعه. نعم. اي صح، كان ممكن عبر الوسائط، عبر مين كله ممكن. ففي انا بعترف تماما انه في تقصير اداري مني انا شخصيا، مفروض امسك الشكوى بيدي واوصلها لك. انا بختلف معك، لكن ده ما سبب. نعم. ما سبب في انك انت تهدر العداله. نعم. انا بختلف معك. انا بختلف معك تماما في هذه الشكوى، وافتكر ان المريخ ما قام بالاشياء المطلوبه. ده شيء ثاني. انا بتفق، انا بختلف معك تماما. انا قلت الكلام يمكن في قناه. انا بختلف معك تماما، وافتكر ان الشكوى ما استوفت الشروط المفروض هي تقدم بها. لا، هي الشروط شكلا كله مكتمل، ما في 2 3. لو نما. نعم. لو نما الى علم لجنه الاستئناف، لجنه المسابقات، نما دي خد تحتها 100 خط بأي وسيلة من الوسائل. نعم. ودي حصلت. نعم. سيف مساوي لما
اخذوا من السودان 3 نقاط ما في زول قدم شكوى، انما الى علم لجنه المسابقات انه الزول ده ماخذ كريت وزاد وقال بنفسه والسودان يتعاقب. يختلف تماما يعني. ليه احنا في السودان ولا لو احنا لسه انت قدمت شكوى والشكوى هي شكلا رفضت، وده موضوع يمكن نختلف فيه كثير. هو نوقش موضوع ما رفضت شكلا. نعم. شكلا ده بعد ما لا هي تناقش، ما هي اصلا انت لما تجيب لي شكوى انا حناقشها هشوفها. ما انت انت وانا شوف يعني شوف. في اشياء غير موجوده اساسيه في هذه الشكوى. يعني انت الاتحاد، انا بسالك سؤال، الاتحاد هل من واجبه موجودة. من واجب الاتحاد يمشي يشوف الكروت وين، يشوف كسر الايقاف وين؟ انت بتضمنها فريق درجه ثالثه، فريق درجه ثالثه في الحصص عمل هذا بيستاهل شكوى؟ سؤال يا سيد معتصم، من حق الاتحاد انه يبحث؟ انت من حقك انت تديه. من حق انت ما قلتها. نعم. من حق ما من حق الاتحاد يبحث لك، انت بعد تجيب لي قبل كده في قضيه باسكال مش حفوا في طريق يبقى ده يبقى ده السجل المدني يبقى ده كيل بمكيالين. الله يخليك بس نكتفي. طيب نعم يبقى ده كيل بمكيالين. طيب اذا مشينا لنقطه مهمه جدا يعني انتوا الان حتمشوا لقدام في الشكوى ولا حتقف لغايه هنا؟ والله المجلس قرر انه يمشي، وده طبعا مسؤوليه الامانه العامه حتتحرك فيها. في حترفع لي لاعلى في يعني لسه في المحكمه تقريبا في السودان. نعم. انت لابد انه تدرج تنتهي من مراحل التحكيم داخل السودان، بعد ذلك بتنتقل للخارج. نعم. طيب اذا مشينا لنقطه مهمه جدا اللي هي التسجيلات، اذا مشينا لجمال سالم تابعته قبل شويه، وايضا هناك حديث عن تقصير المجلس في موضوع جمال سالم، عنده مطالبات قديمه ووصل مرحله انه ما لاقي حقه، وبالتالي اول مفاوضات توقع للهلال. طبعا ده كلام كثير وفيك، لكن انا داير الخص موضوع جمال سالم لانه فزور الاهلي. نعم. فزوره كيف يعني؟ ما تسجيل ما سليم؟ لا ما سليم طبعا. طيب. انا بالنسبه لي جمال سالم، وده مهم لكل مشاهد الان بتالي. رياضي وللمرخاب بصفه خاصه. جمال سالم عنده عقد مع نادي المريخ الى يوم 31/12/2018. نعم. لغايه 31 31/12/2018. نعم. طيب. نعم. جمال سالم احنا لما جبناه اجنبي سليم، عنده عقد احترافي مع نادي المريخ، وبالتالي يخضع للائحه انتقالات اللاعبين المحترفين الدوليين. نعم. ده في المقام الأول. نعم. لأنه إذا قلنا أي كلام إنه هو وطني وكذا برجع. نعم. زي موضوع شيبوب وإلى الآخر. نعم. بتدخل في حتات تانية وبيدخلنا في حتات. نعم. تانية. لكن نعم. يجب إنه يفهم إنه هو لاعب لنادي المريخ حتى 31/12. نعم. طيب في تعميم من الاتحاد بيقول العقود اللي بتنتهي حتى 31/10/2018 الآن ممكن يسجل ويعتبر العقد منتهي لأنه فيه يمكن أيام. نعم. لو أيام ما عندنا كان إشكال. مشكلة. لكن الآن جمال سالم بيطالبني أنا بحقوق حتى 31/12/2018، وبالتالي حقي وبالتالي حقي أنا بكون ثابت عنده حتى 31/12/2018. نعم. يبقى الناس سجلوه ما بعرف أنا فليكن سي. نعم. الناس سجلوه لحد اللحظة. أنا ما طلبوا مني بطاقته الدولية. ما طلبوا منك لأنه أنت النادي اللي أصلا طبعًا مسجل معك. نعم. طبعا لأنه مسجل معي لغاية 31/12 بطاقته ويفترض تطلع من عندي. حتى اللحظة اللي بنتكلم فيها دي ما جات للأمانة العامة أي طلب ببطاقة دولية لجمال سالم. طيب. وده معناها انه جمال سالم حيكون مقيد في كشوفات المريخ اذا انا راغب في انه يبقى في كشوفات حتى 31 رغم انتهاء الموسم. رغم انتهاء الموسم. ما انا لحد 31/12 حيكون نص الموسم الثاني انقضى. نعم. ما حستفيد من المبالغ اللي هدفعها لي. انها حتستفيد، لازم تستفيد. ولائحه الانتقالات الدوليه رايه واضح جدا في الحته دي. عشان كده اخواننا يجب انه ينتبهوا انه طبعا اساسا النازل جمال سالم عنده عقد قبل ده بينتهي في 31/10. نعم. ودي طبعا ان احنا لغيناها وعملنا عقد جديد هو موقع فيها يعني الى 31/10. واحتمال يكون وقع على اساس انه 31/10. يس. طيب مؤكد هؤلاء مع يس بتاعتك دي. نحن حناخذ فاصل قصير ونعود لكم مشاهدينا الاعزاء. فاصل قصير ثم نعود لنتواصل.